تحديدا التعليم الثانوي كان بنسميه احنا لقلقة التعليم الرسمي وماشي بترند طالع لحين هلا هالفتره صراحه، خاصه بعد الثوره اذا بدك بعد 2019، الازمه الصحيه والازمه الاقتصاديه تحديدا، صار طبعا مثل كل القطاعات ان كان التعليم ولا غيره عم بتواجه هيدي التحديات الصعبه. بس رغم هيدا الشيء نحن اوريدي في تاسيس كان ماشي عم نجرب نحاول تو سستين يعني او تو سرفايف. بالمبدا فيني اقول انه هو مش على شفير الانهيار اكيد، رغم صعوبه هلا باصعب مرحله بتاريخه المقومات اللي موجوده بالتعليم الرسمي، ان كان على مستوى الاساتذه اللي موجودين، الهيئه الاداريه، الهيئه التعليميه، قادرين يعملوا شيء ان شاء الله. بيبقى الشق الاقتصادي يمكن شوي صغير، يعني الوضع المادي تبعهم، القدره الشرائيه تبعيتهم، هاي اللي عم تشكل تحدي لنا بغض النظر عن قصه نقص التجهيزات وغيره. فالاتكال الوزاره، وزاره التربيه مثل حتى يمكن جزء من بعض الوزارات الثانيه، عم بيكون على الجهات المانحه، عم بيغطي شوي صغير النقص بالتمويل من الماليه العامه. موضوع التمويل من الجهات المانحه كمان هلا صار عليه كتير ريستريكشنز، يعني استفدنا يمكن بهالسنتين ثلاثة أربعة اللي قبل من هيدا الفاينانسينج ليمشي القطاع، هلا حاليا حتى عم نعاني بتحديات تمويل حتى من الجهات المنحة. يعني الأزمة المالية تحديدا، حتى مش بس موضوع الكورونا، كيف قدت للتسرب المدرسي فعلى صعيد التعليم الثانوي تحديدا بالأول، يعني كنا نحن من سنتين 84 ألف تلميذ بالتعليم الثانوي الرسمي، بال 2021-2022 صرنا 77 ألف، السنة نحن ما عم نتجاوز ال 61 ألف. تخيل هالدراستيك ديكريز، هذا بس على صعيد الثانوي. بالتعليم الأساسي كمان بدل ما نكون 250 ألف صرنا 220 أو 262 ألف صرنا 220 ألف، كمان عنا أكثر من 15-20% انخفاض بعدد التسجيل بالرسم. نحن عنا 7000 أستاذ ثانوي ملاك وحوالي 3500 من المتعاقدين، عنا جزء شيء 10-15% من المتعاقدين ترك، هيدا ما مشلي بتعوضه عادة، بس بالملاك عنا أرقام عم ياخدوا أساتذة استيداع أو عم ياخدوا إجازات بدون راتب، عم يظهروا خارج لبنان أو عم بيكونوا جوا عم بيعلموا بالخاص اللي هو أزبطهم، يمكن عم يعملوا مهنة تانية كمان مؤقتا ولا يحافظوا على وظيفتهم. يلي نحن عم نسوي جزء انعمل من قبل الدولة لما رفعت الأساس الراتب لثلاث أضعاف، ثلاث أساسات رواتب زائد بدل النقل اللي ارتفع على 95 ألف، وعم يطلبوا أنه يزيدوه شوي. بنفس الوقت في كمان موضوع البدلات الانتاجية، عم يطالب أنه مثل ما بيوظفين الإدارة كمان الأساتذة، عم يطالبوا الأساتذة يكون عندهم بدل انتاجية. عملنا قرارات نقل لأكثر من 1000 أستاذ عمليا لحد اليوم من سنة الماضية لهلأ، عملنا له روتيشن قدر الإمكان، قربناهم من مراكز سكنهم لحتى نخفف عليهم العبء تبع الانتقال. وبنفس الوقت اندفعت سنة الماضية الحوافز المشهورة موضوع $90، هلأ موعودين بهيدا الاتجاه لنشوف. بعد عم نفتش مثل ما كنت عم لك، يعني مشكلة مع جهات المنحة ما عم بيقدروا يأمنوا لنا تمويل يمكن، بس عم نفتش بعدنا لنقدر كمان نعمل مثل سنة الماضية اللي هو تمكينهم من وصولهم لمراكز عملهم. بوزارة التربية تحديدا عم نبقى من الصبح لعشية، عشية حرفيا يعني بنبقى 7 و8 بالليل بمطار حقير باجتماعات مباشرة ومتابعة. عن جد في موظفين على قدر كبير من المسؤولية والحس الوطني، مش عم بحكي سطحية ومثاليات، عن جد هو هيك. ما بعرف قديش فينا نحمل، بحكيك بكل صراحة عم نحاول بعدنا، يعني نحن بعتبر انه عم ضاين سنة واثنين، ما بعرف قديش فيه ضاين اكتر هيك، بس عنا هيدي الروحية انه حرام البلد اللي وصل لمرحلة كان عم بيكون بمصاف دول اوروبية بالارقام التنمية البشرية والاقتصادية، ما بيسوى ساعتها نحن كمان نتخلى عنه بهالقد سهولة.